الجرير الذي قدم كامل الدعم. أهلا بكم إلى الصباحية من تلفزيون مستقبل. وفي العناوين: القضاء العسكري عم يقوم بشغله، في تحية عم يصير ونقطع ستر. الحريري يقدم التعازي لأهالي العسكريين الشهداء ويشدد على ضرورة معرفة الحقيقة، أكان من خلال تحقيق عسكري أم عدلي. مواصلة الحرب الاستباقية ضد الإرهاب. تكريم الوحدات العسكرية التي شاركت في معركة فجر الجرود، وقائد الجيش يؤكد نجاح المعركة بكل المعايير. 20 لبنانيا يصلون إلى بيروت، أتينا من جزر الكاريبي بعد إعصار إرمع. أهلا بكم. وصل فجر اليوم إلى مطار رفيق الحريري الدولي 20 لبنانيا قادمون من جزر تورتولا في منطقة الجزر العذراء البريطانية، وذلك على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية آتية من لندن، بعد أن خسروا ممتلكاتهم نتيجة إعصار إرما الذي ضرب ولاية فلوريدا الأمريكية. وكان الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير، وبناء على تكليف من الرئيس سعد الحريري، قد تواصل مع أفراد الجالية اللبنانية وعمل على تجميعهم في نقطتين محددتين ليصار بعدها إلى تأمين نقل من يرغب منهم وبسرعة الممكنة إلى لبنان. يعني الحقيقة منظر يعني بيرد التعب اللي تعبناه هالأربع خمس أيام، لنشوف فرحة لقاء الأهالي بعد المعاناة اللي حكونا عنها، معاناة مأساة كبيرة. وبصراحة نحن من أول لحظة تواصلوا معنا الجالية اللبنانية من تورتولا، عرضنا الموضوع على دولة الرئيس حريري، مباشرة أعطونا الضوء الأخضر للتواصل مع الجالية ونعمل لهم اللي بدهم إياه. ضوء أخضر مفتوح على كل اللي بدهم إياه، وهذا اللي توصلنا فيه فعلا. بس كان يمكن الأربع أيام نحن فينا نعملهم بيوم مثل ما عملنا بتركيا، بس كان في صعوبة الحقيقة بالتواصل معهم، في منع تجول كان عنده 15 ساعة، في فرق الوقت من ساعات، المطارات كانت مدمرة، عم ننقلهم كنا من جزيرة لجزيرة ومن دولة لدولة، مرقناهم أربع محطات. هذه في الصعوبات اللي كنا عم نلاقيها، والحقيقة الأكثر المأساة اللي كنا كمان عم نشوفها هي صريخ الأولاد والنسوان اللي كانوا عم يحكوا معنا من تورتولا أو من أنطوكا. يعني حتى في الدفعة الثانية إن شاء الله كمان ترجع بتوصل من بورتوريكو اليوم إذا الله راد. نحن مثل ما قال دولة الرئيس حريري وكل المسؤولين اللبنانيين أنه نحن مع الجالية اللبنانية وين ما بتكون نحن واقفين معه. نحن مش عم ننقل مثل البعض اللي كنا عم نسمع انه نحن عم ننقل السواح، لا، نحن اي مواطن لبناني موجود برا مثل ما قال الرئيس دولة الرئيس نحن بدنا نساعده، وهذا ضميرنا. يعقد مجلس الوزراء جلسة استثنائية عند السادسة من مساء اليوم في السراي الكبير لاستكمال البحث في جدول الأعمال. صحيفة الحياة ذكرت أن وزير الداخلية نهاد المشنوق أعد مشروع مرسوم سيطرحه من خارج جدول الأعمال، ويقضي باعتماد البطاقة البيومترية أو الممغنطة للانتخابات النيابية في أيار المقبل، إضافة إلى تحديد الأماكن التي تجيز للمقترع من خارج المنطقة أن يسجل اسمه وينتخب في منطقة سكنه، على أن تحدد وزارة الداخلية هذه الأماكن. أكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري على ضرورة معرفة الحقيقة في قضية استشهاد العسكريين، وخلال تقديم التعازي لأهالي الشهداء في قاعة الرئيس الشهيد في مسجد محمد الأمين بوسط العاصمة بيروت، شدد الرئيس الحريري على أن معرفة الحقيقة تتطلب الهدوء وسعة صدر، مشددا على ثقته بالقضاء العسكري وعلى ضرورة معرفة الحقيقة أكان من خلال تحقيق عسكري أم عدلي. القضاء العسكري عموم بالتحقيق، اليوم نحن عندنا ثقة بالقضاء العسكري، نحن بهمنا الحقيقة، ما حدا من اللي يغطي عليها. نحن بنعرف انه داعش هي اللي قامت بهالجريمة، وبنعرف انه شو هي داعش وشو كان مبتغاها بلحظة قيام اصلا كل هالهجوم والخطف، وهو كان اساس زرع الفتنة بين اللبنانيين. الحمد لله انه نحن ايامها واليوم هذه الفتنة
ما عادت يعني أحد قادر يرجعنا عليها. نحن عندنا كل ثقة بالقضاء العسكري، وإذا ولا بد إنه نروح على القضاء العدلي ما عندنا مشكلة. يعني اليوم ما حدا يحط هذا الشيء مقابل إنه القضاء العسكري عم يقوم بشغله، القضاء العسكري عم يقوم بشغله في تحقيق عم يصير ونقطع ستر. ما نحاول نحط الموضوع في مكان آخر، الموضوع كل الحكومة وراه، ونحن كلنا رايدين إنه نعرف الحقيقة، ولكن الحقيقة اللي كنا بنعرفها إنه في داعش هي اللي قتلت العسكر، وداعش كانت عم تحاول تزرع الفتنة، وهيدي الحقيقة اللي كنا بنعرفها. هلا مرحلة كنا عم نمرق فيها بلبنان فيها خلافات، وهي الخلافات أدت إنه ما انتخبنا رئيس لمدة 3 سنين. فخلينا نرجع نتذكر وين كنا وين صرنا اليوم. فبتمنى على الجميع إنه نهدى. أنا ابن شهيد وهادي صلي 12 سنة، فالحقيقة بتاخد وقت، والحقيقة لحتى نوصلها بدنا نخلي الناس يشتغل شغله. وفي ختام تقبل التعازي توجه أهالي العسكريين الشهداء إلى اللبنانيين بكلمة شددوا خلالها على الإصرار على متابعة التحقيقات حتى النهاية، مع التأكيد على الثقة برئيسي الجمهورية والحكومة. وكشف الأهالي عن الإبقاء على خيمة الاعتصام في ساحة رياض الصلح بشكل رمزي حتى اختتام التحقيقات وإجلاء الحقيقة في قضية أبنائهم. نحن ضلينا 3 سنين نركع ونهين كرامتنا قدام المجرمين السفاحين القتلين القتلى شرابين الدماء قطعين الرؤوس خوفا على أرواح أبنائنا، لكن للأسف بمطرح معين اكتشفنا مؤخرا بأنه كان في ناس عارفيني من أنه أقل شيء من 2 و4 أشهر العسكريين المستشهدين، وضلوا عم بيتفرجوا علينا نحن وعم نتعذب بالطرقات. أمهات وأعراض أهالي العسكريين زدتوا حالهم على الجبال، ما حدا منهم قال لهم وقفوا هون، ممنوع تعودوا تروحوا لأنه القضية انتهت. بدي أرجع أكد وأقول كلنا ثقة بفخامة الرئيس، وكلنا ثقة بدولة الرئيس سعد الحريري، وكلنا ثقة بقائد الجيش اللي أبدا من أول لحظة صار فيها قائد جيش تعطينا معه نحن بكل شفافية، وكان عم بيحط كل إمكانياته وكل قوته، والحمد لله أنه قدرنا بآخر مرحلة رجعنا أبنائنا الأحضان أهلهم اللي أقله كل واحد منهم عم يطلع يقرأ الفاتحة لابنه ويدعي له ويبكي دموعه عليه. لن نرضى كأهالي عسكريين بأقل من إعدام لعمر وبلال ميقاتي، لأنهم هودي الناس اللي أكثر شيء ظلموا أهالي العسكريين، وهودي الناس اللي أكثر شيء لعبوا بمشاعر أهالي العسكريين، وهودي الناس اللي بعد في حدا منهم عم يقول إذا بطلع لبرا أنا بدي أقتل العسكريين. فعار على دولتنا وعار على أي حدا اليوم يسمح بعد لهيك ناس تقدر تحكي هيك كلام. هودي أقل ما يمكن إنه يكون عادل بحقهم تتعلق مشانق برقابهم. في قاعدة رياق الجوية أقامت قيادة الجيش اللبناني احتفالا تكريميا للوحدات العسكرية التي صنعت النصر في معركة فجر الجرود. الحفل ترأسه قائد الجيش العماد جوزيف عون، والذي أكد أن المعركة التي خاضتها المؤسسة العسكرية كانت أكثر من ناجحة بكل المعايير، مضيفا حربنا الاستباقية ضد الإرهاب متواصلة وسنلاحق كل من تطاول على لبنان وعلى جيشه. تقرير ناهد يوسف. بدأ العرض العسكري وبدأ معه الحفل التكريمي، حفل مهيب استحقه عناصر الجيش اللبناني أفراد وضباط بعد الانتصار الكبير الذي حققوه في معركة فجر الجرود. إكليل من الورد وضعه قائد الجيش العماد جوزيف عون على نصب الشهداء التذكاري، تلتها دقيقة صمت على أرواح شهداء الجيش لتبدأ بعدها مراسم التكريم عبر تقليد الأوسمة لقادة الوحدات التي شاركت في المعركة، أوسمة نالها أيضا جرح الجيش، ليتم بعدها تقديم الدروع التكريمية لعائلات شهداء الجيش 7 الذين سقطوا خلال المعركة وسط دموع ذويهم الممزوجة بفخر شهادة هؤلاء الأبطال. وفي كلمته للعسكريين أكد قائد الجيش أن معركة فجر الجرود كانت أكثر من ناجحة بكل المعايير والمبادئ العسكرية. بفضل عزيمتكم وشجاعتكم وإرادة القتال اللامحدودة لديكم، وبفضل دماء رفاقكم الشهداء 7
والجرح البواسل، كان الانتصار عليه بدحره عن هذه الأرض إلى غير رجعة، لتعود إلى أهلها وإلى كنف السيادة الوطنية، ويرفرف علم البلاد فوق جبالها الشامخة، ويصونها جيشكم الذي وثق به الجميع وراهن على دوره فكان على قدر الثقة والرهان. وفي الخلاصة، حققتم الهدفين الأساسيين للمعركة: الأول تحرير الأرض من الإرهاب، والثاني كشف مصير العسكريين المخطوفين لدى الجماعات الإرهابية المجرمة. فلا يجب أن تحرفنا نشوة النصر عن مواصلة الحرب الاستباقية ضد الإرهاب بخلاياه النائمة وذئابه المنفردة، وعن متابعة مسيرة الأمن والاستقرار في الداخل. وكونوا على ثقة أنه لن يبقى في داخل البلاد أي مكان آمن لمثيري الشغب ولمطلقي النار من السلاح المتفلت، كذلك لا مكان آمنا لمن يعبث بالأمن الاجتماعي ومستقبل الشباب اللبناني. وبعد عرض عسكري للمشاة شاركت فيه جميع الوحدات المكرمة وعرض جوي لطوافات الجيش القتالية، هبط عدد من المظليين من الطوافات حاملين أعلام لبنان والجيش وسط تصفيق الحضور. وللمكرمين اعتزاز بالمؤسسة العسكرية وبرفاق السلاح. صاير راني شايف في حالي فاي ورافع راسي للسما، فهاد ابني بطل. ان شاء الله منتابع الخطا ومنضل منتصرين على طول، اكيد باذن الله عطول الجيش هو منتصر. وكان سبق حفل التكريم جولة على الأسلحة والعتاد والآليات التي استخدمت في فجر الجرود. الآليات التي استعملت وحققت نصرا كبيرا في معركة فجر الجرود، وأثبتت قدرة الجيش على مواجهة كل التحديات لوحده. من قاعدة رياق الجوية، ناهد يوسف، تلفزيون مستقبل. واعتزازا بتضحيات العسكريين الشهداء، وجه المركز اللبناني للغوص تحية إلى أرواحهم التي هدرت غدرا على يد عناصر تنظيم داعش الإرهابي. ولهذه الغاية قام المركز اللبناني للغوص بتخليد صور الشهداء في قاع بحر سور على عمق 40 مترا، ليتذكر اللبنانيون بطولات المؤسسة العسكرية وبسالة عناصرها في الدفاع عن لبنان والحفاظ على أمنه بوجه المخططات الإرهابية. وتتابعونا في النشرة بعد الفاصل: مقتل اللبناني حسان علي زيدان في أنغولا، أهلا بكم من جديد. لقي المغترب اللبناني حسان علي زيدان في العقد الثالث من عمره مصرعه في أنغولا خلال تعرضه للسرقة وإطلاق نار على أيدي لصوص. وفور شيوع الخبر خيم الحزن على بلدته دير قانون رأس العين في قضاء سور. وزير الصحة غسان حصباني رأى أن القوى الأمنية تقوم بعمليات استباقية في ظل ارتفاع منسوب القلق من حصول ردات فعل أمنية بعد تطهير لبنان من الإرهابيين. أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حصباني أن لبنان ما زال من الدول الأكثر استقرارا في المنطقة والعالم، مشددا على التواصل والتعايش بين كل مكونات المجتمع اللبناني في ظل تقدم الهاجس الأمني من جديد. حصباني كان يتحدث بعد لقاء النائب بهية الحريري في مجدليون، وذلك في إطار جولة له في منطقتي شرق صيدا وجزين، حيث جرى عرض لشؤون عامة إنمائية وصحية وحياتية تهم المنطقتين. لا شك يعني كان دائما متوقعين أنه يكون في ردات فعل من بعد انتصار الجيش الذي حققه بشكل كتير كبير وناجح، لكن هذه بعدها بسياق الأمور الطبيعية، ما بعتقد في إلى إطار أكبر من إطارة. القوى الأمنية واعية وساهرة عم تعمل عمليات استباقية، وهذا من ضمن الاحتراز، والاحتراز دائما جيد. وكان حصباني التقى على هامش اللقاء اللجنة الشبابية التحضيرية ليوم صيدا الصحي معا لصيدا أكثر صحة في 24 من الجاري. أعلنت نقابة أصحاب دور الحضانة في لبنان أن كل الحضانات العاملة أصبحت مرخصة وخاضعة لشروط وزارة الصحة. تقرير محسن حلبي. لا ينسى اللبنانيون ملف الحضانات وما أثاره من جدل في السنوات الأخيرة بعدما تعرض أطفال رضع فيها إما لنوع من أنواع العنف أو حتى لحوادث أدت إلى الوفاة. هذه الأمور استدعت حينها تدخل وزارة الصحة وهي السلطة الوصية على هذا الملف، وقد قامت بالتعاون مع نقابة أصحاب دور الحضانات بفرض شروط لإعطاء رخص للحضانات الجديدة وللسماح بإكمال العمل في الحضانات
الحضانات الموجودة. صرنا فترة ما في هذا الشيء عم بصير، وصار عدد الحضانات 450 حضانة مرخصة في لبنان. إذا كنت صدفت حضانة غير مرخصة، يا أما بتكون بطور تحضير ترخيصة يعني عم تحضر أوراقها، يا أما منا عارفة أنه بعد لازم هي ترخص، ما عندها علم. سو نحن كنقابة دايما عم بيكون في عنا مسح لهيدا الشيء. سو أنا فيني طمن أنه ما بقى في هذا الموضوع منه موجود. تنشط نقابة أصحاب الحضانات في عقد المؤتمرات لتوعية الفريق العامل في الحضانة. من سنة 2004 لغاية الآن عنا بمعدل 20 دورة تدريبية، ورشة عمل أو مؤتمر أو ورش عمل في الخارج عم نعملها ومنأسسها ومنحضرها لحتى نحسن دور صاحب الحضانة، دور العاملين في الحضانة، وحتى توجيه الأهل. وصاروا العالم عم بيعرفوا أنه دورة للحضانة صار اختلف عن قبل، ما بقى مكان لحتى نحط فيه الأولاد قبل ما نخلص شغلنا ونرجع نجي ناخدهم، صار مكان لتأهيل الطفل لدخول المدرسة، بذات الوقت عم نحسن له مهاراته اللغوية، مهاراته الموتريس يعني الجسدية، العقلية، الثقافية والاجتماعية. مفهوم الحضانة لم يعد من الكماليات أو نتيجة لعمل الأم، بل أصبح أساسيا لصحة الطفل الجسدية والنفسية. لذلك تنصح نقيبة أصحاب الحضانات هنا جوجو الأهالي اختيار الحضانة بدقة والنظر إلى ما تقدمه من برامج تلبي المرحلة العمرية للطفل تمهيدا لدخوله إلى المدرسة. وتتابعونا في هذه النشرة بعد الفاصل. تأهب أمني واعتقالات على خلفية تفجير مترو لندن. أهلا بكم من جديد في الأخبار الإقليمية والدولية. تأهب واستنفار في لندن امتد إلى العديد من العواصم لا سيما الأمريكية منها، وأجهزة الأمن تنتشر بكثافة وتنفذ عمليات اعتقال على خلفية تفجير مترو لندن. وصفت الشرطة البريطانية عملية توقيف أحد الأشخاص في مرفأ دوفر بالهامة، وقالت في بيان أنه في إطار التحقيق والمتابعة للعملية الإرهابية في إحدى محطات مترو لندن تم إيقاف شاب في 18 من عمره بموجب قانون مكافحة الإرهاب، في وقت شنت قوات مكافحة الإرهاب عملية مماثلة في مقاطعة سانيوري على صلة بالهجوم. هذه العمليات تتزامن مع رفع بريطانيا مستوى التهديد الأمني على المستوى الوطني بعد انفجار قنبلة في قطار ركاب في لندن تبناه تنظيم داعش. ورغم أن الحادث لم يوقع أي ضحايا، فإن الحكومة تتعامل معه بجدية تامة بنشر المزيد من عناصر الشرطة والجيش. رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي التي أعلنت أن مستوى الإنذار ارتفع من خطير إلى حرج، أعلنت أن أفرادا من الجيش سيحلون مكان ضباط الشرطة في مهمات حراسة مواقع عدة في المدينة، لا سيما في شبكات قطار الأنفاق وشبكات السكك الحديدية الرئيسة وفي المطارات ومواقع أخرى حساسة في المدينة. والخوف من هجمات مماثلة دفعت بالأجهزة الأمنية الأمريكية إلى تكثيف إجراءاتها في شبكات قطار الأنفاق في نيويورك وشبكات السكك الحديدية الرئيسة وفي المطارات. وقالت شرطة المدينة أنها على تواصل مع شرطة لندن وأنها نشرت المزيد من رجال الأمن في شبكات النقل في المدينة. من جهته قال حاكم ولاية نيويورك أنه أمر السلطات بتعزيز الأمن في المطارات والجسور والأنفاق وأماكن حساسة أخرى على امتداد الولاية. أزمة استفتاء الاستقلال في إقليم كردستان تتفاعل، وللمرة الأولى وبكل وضوح طلبت الإدارة الأمريكية من الإقليم إلغاء العملية، وتركيا تهدد بشكل مبطن. رد رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البرزاني على الحملة التي يتعرض لها الإقليم، مؤكدا أن الحديث عن بديل للاستفتاء فات أوانه، إلا أنه ترك الباب مشرعا أمام مفاوضات جدية بعد إجراء الاستفتاء. وأشار البرزاني من دهوك إلى أنه يمكن الانتقال مع بغداد من الشراكة الفاشلة إلى الجيرة الحسنة، مبديا أسفه للتهديدات من الداخل والخارج، رافضا التشكيك في شرعية الاستفتاء. وقال أن قرارات البرلمان العراقي لن تصل إلى كردستان من اليوم وصاعدا، موجها شكره لبرلمان كردستان الذي أقر قانون الاستفتاء.
الولايات المتحدة وللمرة الأولى طالبت بوضوح من الإقليم وقف الاستفتاء، ولفت البيت الأبيض إلى أن واشنطن أكدت مرات عدة لزعماء الإقليم أن الاستفتاء يشتت الانتباه عن الجهود لهزيمة داعش واستقرار المناطق المحررة، ودعت واشنطن حكومة إقليم كردستان إلى إلغاء الاستفتاء مجددة استعدادها للعب دور الوسيط بين بغداد وأربيل لحل الخلافات. وفي رد على قرار البرازاني عدم تأجيل استفتاء الاستقلال، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن هذا الأمر خاطئ جدا، وأضاف في حديث لقناة محلية إن البرازاني سيرى بشكل واضح مدى حساسية أنقرة تجاه الاستفتاء عقب اجتماع مجلس الأمن القومي المزمع في 22 من أيلول الجاري واجتماع مجلس الوزراء. وكان برلمان الإقليم أقر بالإجماع إجراء الاستفتاء، وتم التصويت بغياب نواب المعارضة التي دعت إلى مقاطعة الجلسة الأولى للمجلس منذ أكثر من عامين. وفور إقرار الاستفتاء انطلقت الاحتفالات الشعبية في إقليم كردستان وامتدت إلى المناطق الكردية في شمال سوريا دعما لاستقلال الإقليم عن العراق. بعد ساعات على اختتام اجتماعات أستانا، أنباء عن تحذيرات تركية لعملية عسكرية في إدلب، وقوات سوريا الديمقراطية تحذر قوات الأسد من عبور الفرات. بعد ساعات على انتهاء محادثات أستانا، كشفت مصادر واكبة اجتماعات العاصمة الكازاخية عن عملية عسكرية تركية محتملة بمشاركة الجيش السوري الحر خلال الشهر الجاري لتأمين مدينة إدلب. وقالت المصادر إن 25 ألف جندي تركي بالتعاون مع فصائل الجيش السوري الحر ستدخل المنطقة الغربية من مدينة إدلب المطلة على ولاية هاتاي، وذلك على عمق 35 كيلومترا وبطول 130 كيلومترا، موضحة أن هذه القوات ستدخل المدينة من خلال جسر الشغور ودار عزة. ولفتت إلى أن العملية تهدف للسيطرة على منطقتين بارزتين ضمن المناطق الممتدة من عفرين الواقعة تحت سيطرة حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي وصولا إلى جبال التركمان في اللاذقية، وهما مطار تفتناز وجبل الأربعين الاستراتيجيين. من جهته جدد رئيس التركي رجب طيب أردوغان تأكيده على أن تركيا لن تسمح أبدا بإقامة ممر إرهابي في المناطق الشمالية لسوريا. وأوضح أردوغان أن مدينة عفرين الواقعة في الريف الشمالي لمحافظة حلب تعتبر مهمة بالنسبة لتركيا ولا يمكن لأنقرة التنازل عنها. وفي الداخل السوري، حذرت قوات سوريا الديمقراطية قوات الأسد من عبور نهر الفرات، وقال رئيس المجلس العسكري في دير الزور أحمد أبو خولة لن نسمح للنظام ولميليشياته بالعبور إلى الضفة الشرقية، وقال إن أي محاولة من هذا القبيل سنتصدى لها كهدف معاد. إلا أن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا أشارت إلى أن القوات النظامية السورية عبرت بالفعل النهر واتخذت مواقع على الضفة الشرقية من دون أن تحدد هذه المواقع. إلى ذلك، أعلن مسؤول في قوات سوريا الديمقراطية أن طائرات روسية وقوات الأسد استهدفت قواته في محافظة دير الزور. وفي ختام النشرة، هذا تذكير بالعناوين. القضاء العسكري عم يقوم بشغله، في تحية عم يصير ونقطع ستر. الحريري يقدم التعازي لأهالي العسكريين الشهداء ويشدد على ضرورة معرفة الحقيقة، أكان من خلال تحقيق عسكري أم عدلي. مواصلة الحرب الاستباقية ضد الإرهاب. تكريم الوحدات العسكرية التي شاركت في معركة فجر الجرود، وقائد الجيش يؤكد نجاح المعركة بكل المعايير. 20 لبنانيا يصلون إلى بيروت أتين من جزر الكاريبي بعد إعصار إرمع. بهذا نأتي إلى ختام النشرة، إلى اللقاء. الشيخ سعد الحريري الذي قدم كامل الدعم.